بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا من الطين كهيئة
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء السماء تكون
لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا خير الرازقين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم
فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ولا أعلم
في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما إنك
إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلم فلما توفيتني قلت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدقهم لهم جنات
يا سادة تقبل الله عز وجل وشكر الله سعيكم جميعا.